الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الاولين والاخرين، سيد ولد ادم اجمعين، سيدنا محمد النبي الامين الذي تذكر من قلبه عيوب الاولين والاخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن صحابته اجمعين التابعين لهم بإحسان الى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا انك جامع الناس يوم لا ريب فيه. الصوت مضبوط يا شيخ احمد؟ اهو حلو جدا. صوت كده سامع؟ سمع كل حاجه سامعين؟ لا. وقفنا عند قول الإمام السنوسي رضي الله تعالى عنه: وإذا عرفت هذا فاعلم أنه يجب لمولانا تبارك وتعالى، يجب لمولانا جل وعلا الوجود، الوجود لتوقف وجود الحوادث على وجوده تعالى، ودليل حدوثها ودليل حدوثها وجوبها لما يفتقر الى المخصص. يعني كانه علل، يعني لماذا يجب الوجود لمولانا؟ لان احكام او اقسام بحكم العقل ثلاثه: الوجوب والجواب. ووجود غيره تعالى متوقف على وجوده ووجود الله. يعني اذا وجود غير الله تعالى ليس وجودا ذاتيا، يعني ليس مستمدا او ليس يستمد الوجود من ذاته، بل يعني غيره تعالى من المحدثات او من الاحوال او من العوالم وجوده حادث. معنى هذا انه ببداهه العقل وبمقدمات العقول انه لا بد له من محدث، فلو كان محدثه له محدث لادى الى زوج تسلسل وكلاهما. يجب ان يكون الوجود ويتوقف عليه وجود غيره، يجب ان يكون واجب الوجود. هذا هو معنى وحده الوجود، يعني الوجود الذاتي او الوجود الواجب لا يكون الا واحدا لا يتعدد. إذا وحدة الوجود دي معناها إيه؟ في معنى طبعا مأخوذ من فلاسفة الإغريق واليونان ويرجع إلى الديانات الهندية أو البوذية، لها معنيان أو اتجاهات أصحاب هذا المذهب، اتجاهان سيئان مخالفان للعقل والعقيدة والرسالات والحساب والجزاء إلى غير ذلك. ففي بعض الديانات القديمة يقولون أن هذا العالم عبارة عن المكونات أو الوجود عبارة عن جسد، والحق تبارك وتعالى تنزه عما يقولون، يعتقدون أنه هو الروح، وهذا العالم هو الجسد الذي تحل فيه هذه الروح. الحق عندهم عبارة أو مثابة عنه، والعالم ده عبارة عن جسد. ده اتجاه، اتجاه آخر يعتقد أن كل شيء في الوجود هو الله، والله تعالى هو كل شيء، فلا فرق عندهم بين مخلوق وخالق، الحقيقة المخلوق هو الخالق، والخالق هو المخلوق، والعابد هو المعبود. وهذه معناها فلسفة تؤدي إلى إنكار الملل كلها، مش الإسلام فقط. أو الديانات بأسرها، ولا وجود بين ولا فرق بين وجود قديم ولا بين وجود من الاتجاه ده والاتجاه اللي قبله فاسد وباطل وعقيدة إلحادية. لكن معنى وحدة الوجود معناه أن الوجود الحق الواجب لا يكون إلا من، ليس في عقيدة آل التصوف أو هي عقيدة الصوفية، إنما هي عقيدة كل مؤمن، عقيدة كل منزه بالله سبحانه وتعالى. إنما المعنى اللي عند آل التصوف معنى ذوقي
يعبرون عنه بالحناء او يسمونها واحدة ايه الشهود. المعنى اللي احنا بنتكلم عنه ده انه واجب الوجود لا يكون الا ايه الا واحدة. فاذا عرفت هذا فاعلم انه يجب يجب لمولانا الوجود واجب لمن لله، اما لغير الله تعالى فهو ايه جائز. طب ليه؟ لان وجود تعالى غير متوقف على وجود شيء، اما وجود كل شيء متوقف على وجوده. يبقى لازم يكون اهلنا ايه مين اللي فيهم واجب ومين اللي فيهم جائز، المتوقف عليه ولا المتوقف مفهومة كده؟ نعم. لو ما ينفعش ليه وجود المتوقف عليه يكون جائز، لأنه هيؤدي إلى إنه إيه؟ دور وتسلسل. الدور بعضه والتسلسل إيه؟ بعضه، إذا لازم يكون واجب إيه؟ واضح؟ اقرأ يا لمبة، قرأناهم قبل بس عشان نصل إلى المكان اللي إحنا وقفنا عنده. وإذا اشتبه الكلمة عندنا نحاول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما وعلوم شيخنا في الدارين امين. فاذا عرفت هذا فاعلم انه يجب لمولانا جل وعز الوجود لتوقف وجود الحوادث على وجوده تعالى، ودليل حدوثها لزومها لما يفتقر الى المخصص. طيب اذا وجود الحوادث متوقف على وجود الله، ووجود الله تعالى غير متوقف على شيء. ليه؟ الفرق في كلمة واحدة، أن هذا وجوده ذاتي وهذا غير عرضي. حتى إن كان واجبا فهو واجب لغيره وليس واجب لذاته. يعني أنك إذا تصورت معنى الواجب والمستحيل والجائز سهل عليك حينئذ معرفة ما يجب لمولانا تبارك وتعالى. يعني هذا كله متوقف على تصور معنى الواجب والمستحيل والجائز. فإذا والحكم على الشيء فرع عن تصوره، إذا لم يكن عندك تصور، إذا عقليتك مش مكونة أو مبرمجة على هذا التصور، مش هتعرف ما يجب لمولانا. ممكن تخلق فتجعل ما يجب للحوادث واجب لمولانا، وما يتنزه عنه مولانا تجعل ايه؟ جهل، يجعل واجب. بسبب ايه؟ عدم تصور معنى الواجب والمستحيل والجهل. يعني المشاكل اللي عند اخواننا المعدة سببها ايه؟ عدم حفظ بيتين من الكريمة. من شيء يقول ايه؟ اقسام حكم العقلي هي الوجوب ثم الجواز فافهم ونحت لذة. فهو مش لذة الفهم ولا عنده شيء تكوين العقل، هو ده اهم شيء. ده تعرف تتصور، احنا الان لما تصورنا المعنى حكمنا مباشره بان وجوده تعالى لا بد ان يكون ايه واجب. لكن اذا لم نتصور المعنى كيف نحكم؟ هل يعني ممكن نخلط او نقع فيما وقع فيه الفلاسفه لما حكموا بخلاف الايه؟ بخلاف العالم، او حكموا بحوادث لا اول لها، لانهم لا يمكن يقولون مثلا بخلاف الحركه لانهم يشاهدون انعدامها. ما هو شوف كده كل ما جاز عليه العدم عليه القطع. واحد حاجه بيشوف انعدامها كيف يقول انها قديمه؟ لو كانت قديمه لا تنعدم. فروح يقول لك ايه؟ ما من حركة إلا وقبلها حركة إلا وقبلها حركة إلى ما لا نهاية في جانب الماضي، فيجوز حوادث لا أول لها. كل درجة ليه؟ لعدم ضبط العقلية على الأبيات دي. فلازم تعمل له إيه؟ فرمة كده وتضرب وتحط له الأداة هنا وتحفظها. ويتصور معاهم حفظ فقط مش هينفع، تصور ايه؟ معاهم. فيفرق، وهي هذه حقيقة التوحيد كما قال الأكابر، الفرق بين الوجود القديم والوجود الحادث. معرفة الفرق بين القديم وبين الحادث. إذ الحكم بوجوبها لمولانا جل وعلا فرع تصور معنى الواجب. يعني ليه حكمنا بوجوب لما تصورنا معنى الواجب؟ لما تصورنا هذا المعنى علمنا انه لا يتصف به الا واحد، وان احكامه لا تتعقد. جيدا، يجب ان يكون لمين؟ لمولانا تبارك وتعالى. اما غيرنا جائز. فمما يجب عقلا لمولانا جل وعز الوجود
وهذا الواجب من القسم الثاني من قسمي الواجب العقلي. شوف إذا عرفت المتن صفحة كام؟ لا احنا مش في الأمير، احنا انواع دولة دولة خلينا نخلص دي لحدنا في الأسبوع الواحد نرجع على الأمير إن شاء الله تعالى ونخلص نحن مقدمات خلصناها الحمد لله وفتحناها ودعانا للمشيخ وندعو له إن شاء الله. فتتوقف معرفته بحسب ما أجرى الله تعالى به العادة على النظر العقلي. هذا كده يا مولانا جملة جملة يعني افضل من فمما يجب عقلا لمولانا جل وعز الوجود، وهذا الواجب من القسم الثاني من قسمين. يعني مما يجب عقلا يعني من الذي يحكم العقل بوجوده. قلت لك الوجود العقلي سمي حكم عقلي مع أن العقل لم ينشئه. وهو عقل مش عقل، هو ايضا واجب، وهو في واجب في ذاته سواء كان وجد عاقل او وجد خلق او لم يوجد. زي ما قلنا مثلا يلزم من وجود الدليل وجود المردود، لا يلزم من ايه؟ فقدان الدليل، فقدان الدليل عدم المردود. ومش معناها في الحد مع العقل لم يحكم بذلك، هل معنى كده ينتفي؟ لا، لكن العقل إذا كان صحيحا أو صريحا لا يحكم إلا بذلك، هذا حكم عقلي. وهذا الواجب من القسم الثاني من قسمي الواجب العقلي. قلنا الأحكام تدل في المقدمات، هذه في المقدمات. قلنا قدم الحكم الشرعي بالترتيب لشرفه، عشان ما حدش يتهم من الأشاعرة ولا فتحهم ولا آخر. قدم الحكم وبعدين شوف وبعدين راح جابوا العالم واخر العقل مع انه اقوى من العالم. ليه؟ لان العاديه مشترك مع الشرع في الاستناد، مستند، اما الحكم العقلي غير مستند بالكليه. يعني معناها عندنا اخر حاجه الحكم العقلي مش اول حاجه. فتتوقف معرفته بحسب ما اجرى الله تعالى به العادة على النظر العقلي. وتتوقف معرفته بحسب ما أجرى الله به العادة على النظر العقلي، يعني مجرد نظر ترتيب المقدمات تكلنا نقول هذا. وذلك أن تنظر في كل ما سواه تبارك وتعالى فتجده أجراما، أي مقادير تشغل فراغا. يعني عاوز يقول لك أجر الله النظر العقلي، إذا نظرت نظرا عقليا، يعني مثلا كونت من المقدمة صورة وصورة، هتصل إلى هذه النتيجة، إلى هذا الحكم. طب كيفية النظر العقلي؟ قالت وذلك أن تنظر في كل ما سواه. لذلك يعني شوف تنظر في كل ما سواه، يعني لا تنظر في ذاته، من الهلاك، لأنك أنت يعتبر في الحالة دي قفزت. القفز طبعا في هلاك او في يعني تردي، فتنظر في الدليل ولا تنظر في المدلول، فانظر في المكونات، انظر في الاشياء، انظر في العوالم، وهذا هو النظر، لانك تشاهدها وتخضع للقوانين اللي ربنا سبحانه وتعالى اوجدها عندك، او الحواس والتجربه والقياس لهذه استقراء تخضع، انما الاشياء الغيبيه والوجود الالهي لا يخضع لهذه الامور، لا يخضع لوسائل المعرفه. فيجب ان تنظر في المكونات، تنظر في الائه، في نعمه، في اثاره، في كل ما سواه، فتجده اجراما. اي مقادير تشغل فراغا، يأخذ من الفراغ كل واحد منها قدر ذاته. يعني العقل أو النظر العقلي يحكم بأن الموجود في العالم ده أجرام وأعراض، خلاص كده؟ وعاوزين نقيم الدليل على حدوث ما ثبت وجوده، اللي هو ثبت وجوده من الأجرام والأعراض. أما في البعض بيدعي وجود المجردات، خلاص كده؟ طبعا احنا لا تخضع للنظر العقلي، لا تخضع للحواس، ولا نستطيع اثباتها ولا نفيها. طب وعلى القول بثبوتها فهي حادثه ايضا،
لقيام الدليل العقلي على وجوب الحدوث لكل ما سوى ضلالة المراه. ما يخالف اذا قام دليل ان هذا الدليل يرد على ما نشاهده او ما نفسره او يقع تحت حواسنا ومداركنا وما لا يقع. فلا اقسم بما تكتب وما لا تكتب. يعني كل الوجود سواء نراه او لا نراه، نحس او لا نحس، كل حادث. حتى وان ثبت وجود المجردات يعني على القول به مجرد عن المال. لا هي مجردات، مجردة لا نسميها لا معكوسات ولا نسميها معكوسات، هي مجردة تدريب عن القيد. لا نصف بما نصف به أعراض ولا بما نصف به أجسام. فلا هناك موجود إلا الأجرام والأعراض. ما هي المجردات؟ الروح منهم من قال بجوهرية الروح ليس منهم من قال بجوهر الروح جوهر، ومنهم من قال انها جسم شوف تعريف المالكي، ومنهم من قال عرب، ومنهم من قال ان الروح من المجرد. ولو قالوا ذلك على القول المهم خلينا في الاجرام والاعراض ليش دخل المجرد. وصفات تقوم بها من الوان واكوان وغيرهما، وما من لون أو كون أو غيرهما إلا وهو جائز يصح وجوده وعدمه بدليل مشاهدة الأمرين فيه في كثير من الأجرام. لا بيقول لك إيه؟ ذلك أن تنظر في كل ما سواه، يعني تنظر في العالم كل ما سواه هو إيه؟ العالم. وهي تعرف العالم كل ما سواه، كل ما سوى الله. بس كده التعريف الدقيق كده، كل موجود سوى الله تعالى. لما قلنا كل ما سواه ما قلناش كلمة موجود حتدخل الأحوال على القول بالثبوت، يعني لأن الأحوال ثابتة ليست موجودة وليست معدومة. شفت كده؟ فعشان كده نقول ايه؟ كل موجود سوى الله. لو قلنا كل ما سوى الله يمشي بس على الايه؟ على القول بثبوت الأحوال. والحال عرفوها بأنها صفة صفة لموجود، لا موجودة ولا معدومة. يعني ايه معنى لا موجودة؟ يعني هي ثابتة. وكلمة ثبوت أعم من كلمة موجودة. خلاص كده؟ لا موجودة ولا معدومة. زي ايه؟ زي لما أثبتوا الصفات المعنوية، كونه عالما، كونه قادرا، يسموها ايه؟ أحوال، صفات معنوية، لأن ثبوتها فرع عن إثبات المعاني الذي نقطع بوجودها هي صفات المعاني. هي موجودة قطعاً، من صفات موجودة وليس صفات سلبية. لماذا قالوا الحال صفة لموجود لا موجودة ولا معلومة؟ لأنه لا يمكن تكون صفة لمعدومة، لأن صفة المعدوم لا تكون إلا معدوم. ما ينفعش تصف المعدوم وهو معدوم بصفة وجودية، لا تعقل هذا. فلا بد يكون صفة المعدوم معدومة، إنما صفة الموجود ممكن تكون موجودة وممكن تكون معدومة. ألا يوصف الحق تعالى وهو موجود الصفات السلبية ومدلولها أمر عدمي لا يليق بذاته. فمفهوم الوحدانية تدل على معناها عدم التعدد، يعني معناها مفهومها عدم مش وجودي. مفهوم القدم عدم الحدود، مفهوم المخالفة عدم كده مدلول، يعني أمر إيه؟ عدمي. إذن الموجود يوصف بصفات عدمية ويوصف بصفات وجودية زي البياض والسواد الحادث، ويوصف بصفات لا هي وجودية ولا هي عدمية، هي الأحوال. وما من لون أو كون أو غيرهما إلا وهو جائز يصح وجوده وعدمه بدليل مشاهدة وما الأمر. وما من لون أو كون، الكون يعني حدث أو وجود أو غيرهما إلا وهو جائز
يعني معناها لون زي البياض عند مثلا ابيض يصح وجود هذا البياض ويصح عدمه يعني وجود ضده. وما من كون يعني حدث الا ويصح ان يوجد ويصح ان لا يوجد بدليل مشاهده الامرين فيه. يعني مثلا ما نشاهده او الاجسام تتناوب عليها الاعراض اقل حاجه الاكوان الاربعه اقل حاجه الاعراض هي كثيره لا تنضبط منها وصلها الى 40 ولها احكام سبعه زي المقام ومنهم جعلها كعند فلاسفه جابوا المقولات العشر زي الطويل الازرق الناس او ممكن تجيبها على الماء على اي جوهر يعني. فهذه الاعراض اقلها في اعراض سموها ايه الاعراض العامه اللي يشترك فيها كل موجود حادث وفي اعراض خاصه بالموجود الحي. يعني الاعراض العامه دي اللي يشترك فيها كل الموجودات اللي هي الاكوان الاربعه اللي هي الحركه والسكون والاجتماع والافتراق ليست خاصه بالايه؟ بالحي انما هي عامه فكل موجود اما ان يكون مجتمع او مختلف او متحرك او ايه؟ او ساكن. فاحنا نشاهد الجسم متحركا ثم يسكن ونراه متلونا بلون ثم يتلون بغيره ونراه مجتمعا ويختلف. هذه هي الاكوان الاربعه التي لا يخلو عنها اي موجود حادث الاجتماع والاستراق والحركه والسكون. وما لم نشاهده فحكمه حكم ما شاهدناه. عشان كده قلنا لك ما لم نشاهده عشان تدخل فيها ايه؟ المجرد يبقى حكمها حكم ما شاهدناه. نعم. كانه في تقارب كده لا المعنوية دي اللي أحوال يعني بس وجودها وجود ذهني مجرد ده مجرد عن إيه؟ عن المادة عن الجوهرية مجرد عن الجرمية ومجرد عن العرضية ولا يثبت هذا المعنى إلا لله تعالى كونه مجرد عن إنه يكون عرض أو اللي معناه هو الله لكن عشان كده احنا بنام في وجود المجرد سوى مين؟ والا اللي كان مجرد الجميل ظهور في غير كده ايه هو الموجود وهو المجرد؟ نعم وده كلام الفلاسفه مش كلام مش لازم عند المتكلمين اللي هو المجردات عندهم حتى الجوهر عندهم يقسموه على نوعين جوهر مجرد وجوهر غير مجرد. اما المتكلمين بيقولوا الجوهر فرد غير الفرد، انت ما تقسموهاش تقسيم الفلاسفه. يعني يقول الفرد جوهر الفرد اللي هو ايه؟ الجزء الذي لا يزال القسم، اما الفلاسفه الجوهر مجرد وغير ايه؟ وغير مجرد، كان الله تعالى عما يقول ما عندهم العقول العشره، العقول العشره هي ايه؟ الجوهر هي المجردات. ايه؟ يعني يصح النص لا، اذا كان على المعنى لما تتكلم الاثبات كان يعني اتكلم على معناها ما يعني بكلمه مجرد لو كان مجرد عن الجرميه والعرضيه اللي هو وصف ما لم نشاهده فحكمه حكم ما شاهدناه لاستواء الجميع في حقيقه الجرميه وكذلك ما من مقدار مخصوص للجرم في الطول او العرض يعني لك ما يعرفه مثلا في هناك اجرام علويه او في السماوات لم نشاهدها يبقى حكمها حكم ما شاهدناه لاستواء الجميع في حقيقة الجرمية طالما هو جرم خلاص يبقى حادث مش كده؟ ولذلك يرد به على الجماعة لما يقول لك ايه؟ يد لا كالايادي كيف تكون يد لا ويد يعني معناها ايه؟ استوت او اشتركت في حقيقة الايه؟ اليد الجرمية وهم ليس لها معنى فإذا قلت يد أثبتت الجرمية وإذا قلت ليست كالأيادي نفيت الجرمية عما هو جرم مجرد تناقض
الكلام كأنك رتبت الكلام، ثم بعد ذلك عندما يقول يد تليق بجلاله أو بذاته وكذا كلام لا معنى له، لأنك كأنك قلت أن اليد اللي هي الجرمية تليق، ثم قلت إنها لا تليق. هذا تركيب يعني مخالف للعقل. يعني مثلا لما تقول كده يعني في يقول لك مثلا ايه يد لا كالايادي او وجه لا كالوجوه، لما تقول مثلا كده كتاب لا كالكتب، ما هو كتاب ولا مش كتاب؟ اذا اردت معنى مجال يسلم كتاب مثلا في رونقه او في علمه او في شكله لا كالكتب، اذا مع مبالغه زي لا سيف الا ايه لا فتى الا علي، لا سيف الا ذو الفقار ولا فتى، في سور كثيره، ده معنى ايه مجازي، اسمه حصر ادعائي ليس ايه حقيقي. انما لما تيجي الكتاب لا كالكتب، ثم تقول اشتريت كل كتاب عندي بكذا، هيدخل الكتاب هو لا كالكتب ولا ما يدخلش؟ هيدخل، ما يدخلش ايه؟ وانت اشتريت كل كتاب. انا لو كنت قلت كتاب ثم قلت لا كالكتب، ثم قلت اشتريت كل كتاب، يبقى هيدخل في جملة الكتب اللي اشتريتها، في كده تناقض، لأنه لو كان ليس كالكتب فليس كتابا، ولو كان كتاب فبحكم كونه كتاب يبقى يشترك مع الكتب، لأن ده اسم جنس يشمل كل كتاب، ما فيش جنس يطلع منه فرد، ده جنس يسموه الجنس لا يسموه الجنس المنفرد الذي لا فوقه جنس ولا تحته، هل ينفع كلامه؟ غير الكلام فيه تناقض، لبداهة العقول يرفض، ما يصحش تقول هي واجب لا كالوجوب، إنما إذا ورد عن السلف هذه العبارة واجب لا عن بعضهم وليس عن كل مال، يبقى المراد بها أنه وجه من ناحية الثبوت أو من ناحية الورود في اللفظ، اسمه كده وجه، ولكنه لا كالوجوه في المعنى، يبقى كده بفك الجهة يسموها انفكاك الجهة، كده يبقى المعنى صحيح، وعليه يحمل ما أراده السلف، ما أرادوا به لو أرادوا به المعنى يبقى تناقض، إنه معنى يكون وجه يبقى لازم يكون كالوجوه، لازم وجه، تمام كده؟ انما اذا قلت وجه لا كالوجود، وجه من حيث اللفظ وليس كالوجود من حيث المعنى، هنا في انفكاك الجهه، هذا المعنى كده صحيح. هم روح مسكين في الكلام ده يعجبهم دول وجه لا كالوجود، يقولوا قال ما هو وجه؟ اذا كان وجود كيف يكون وجه؟ ولا الا اذا كان معنى مجازي يعني تدعي المعنى، زي مثلا ايه الشاعر اثنى النبي صلى الله عليه وسلم ومدحه وقال ايه محمد بشر ولكنه ليس كالبشر، وراح جاب كده المعنى، لو كان بشر يجب ان يكون مثل البشر في الاحكام التي تجري على البشر، انه ظاهر وانه يرى وانه ياكل عشر نفس احكام البشر، فكيف يكون بشر؟ ثم راح جاب المعنى اللي هو اراده اللي هو المعنى المجازي، قال فانه ياقوتة والناس كالحجر، يبقى اذا ياقوتة دي حجر ايضا ولكنها من ايه؟ من انفس واغلى الاحجار، فكانها في هذه النفاس خرجت عن وصفها حجر، وهي في الحقيقه ايه؟ حجر، وذاك البشر ولكنه ليس كالبشر، يقول المبالغه. لا ما ينفعش، لا وجه قال الله الوجوه ينفع ما يذكرش ليه؟ لانه ورد في اللفظ او في الخلاف ذكر الوجه، انما لم يرد ذكر الجسم، يقول الجسم بتاع الاجسام ده راجل مفيش دم ده عاوز ينطلق، الوجه ده ليه مستند شرعي ورود الوجه والناس، انما مين ورد الجسم؟ ما يجيبش يقول الجسم بتاع الاجسام، كمان يقول مثلا راسه وشعره ولحيه، لا تهديده هنا ده عشان فقط اللي خلانا اللي قالوا ذلك لانها وردت، اما الجسم لم يرد اصلا، بل الجسم لو قال جسم يبقى معناه صرح بالايه؟
من جسمه حتى لو قال لا كالأجسام. لأنه إذا لم يكن كالأجسام فيجب أن يكون ليس جسما. فكلمة جسم يقول خلاص تجسيم صريح. لكن يقول هلا ما هو التجسيم إذا كان قوله إنه تعالى جسم ليس تجسيما؟ بما هو التجسيم؟ يقول إيه التجسيم؟ نشوف لغة مجانين ما ينفعش معاه لغة العقل. ولنا الأشاعرة قالوا بأن فرق بين التجسيم الصريح وغير الصريح، فقال التجسيم الصريح من قال جسمه سكن أو قال إنه يعني وصف طرد، أما من قال جسمه لك الأجسام من مصيبة الأشاعرة أن التجسيم اختلف فيه هل يكفر أم لا. موضوع ثاني، انما الذي يقول انه جسم لا كالاجسام فهو قد اثبت الجسميه لكنه استشعر فظاعه الكلمه فاراد ان يفر منها ولكنه لم يفر لانه اثبت الجسميه. هل اثبت الجسميه؟ واثبات الجسميه للكفر اقول انما اثبات الوجه والاذن من حيث اللفظ ده وارد ده. وذلك كده هتحل واجبهم اي من ناحيه اللفظ باسم وراء سماه كده واجب الثبوت ولكن الوجوه من ناحيه المعنى اللي كده ما فيش تناقض. انما لو كان من ناحيه المعنى وجدت فيه من ناحيه المعنى لكانك اثبتت ونفيت معنى، وهذا هو عين التناقض، لان التناقض معناه ايراد النفي والاثبات على جهه واحده. محمد بشر قال تونس المغرب وقف في العرش كما محمد بشر ولكنه ليس كالبشر ثم أفنت له منامج ولكنه ياقوتا والناس كالحبيب. هم على الواقيت والمش احجار. نعم. بس شوف الياقوت قال انت جبت 50 60 حاجه بالتماشي هتنكفي فيهم؟ نعم. انما لو جيت ياقوت حتى ولو ادوا لك بها احجار الارض كلها مش هترضى، بما رغم ان هي من نفس الجنس. في جنس كده ربنا سبحانه وتعالى عظم، يعني شوف الحجر الاسود. ممكن يكون عندك حجر في مكان ثاني اقوى واشد منه، لكن تمسك الحجر ده وتدافع عشان تقبله وتتمسح به، طب عندك حجر وده حجر وده حجر. انا شوف كده شوف المعنى، لو كان المساله في ذات الحجريه يبقى التقديس في الاسلام ليس راجعا لذوات الاشياء وانما راجع الى امر الله. ربنا امر بتعظيم لانه هو يعظم شعائر الله، بتعظيم الحجر ده وبرجم الحجر بإهانته. يبقى المسألة لو كانت في ذات الحجر هنعظم كل الأحجار. احنا مش ماشيين مع الوثنية زي ما بيقولوا، احنا ماشيين مع الأمر والنهي. أنا بقول يعني هل يستطيع الإنسان أن يدرك بعينيه يعني صوت النبي أو ملامح النبي رؤية؟ نعم سؤال. هل هناك إنسان يستطيع أن يدرك بعينيه ملامح النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هو ده اللي عاوز يقول، هل هذا جاهز عقلا ولا غير جاهز عقلا؟ هل هو في دائرة الممكن؟ لا يعني هو ممكن ممكن ليس مستحيلا يعني ممكن. نعم؟ في ناس ما بتقدرش ترفع عن يديه. إنه أيضا إجلالا أو مهابة، في ناس عندها جرأة تتملى وتوصف وتشرب، زي الأطفال والنساء كانوا يوصفوا. انما من ابو بكر وسيدنا عمر ما قدروش يوصفوه ايه هيبه واجلالا، انما الرجل اللي هو يعني يوصف تامل يعني اللي هو ضعف الهيبه عنده، لكن يعرف المقام او يعني لم تقع المهابه في قلبه مثل ما وقعت عند الاكابر، فهذا يحد النظر ويكتب ويصف وينظر. يعني مثلا لو انك انسان تهابه تخجل من ايه؟ من تنظر اليه، ان تنظر اليه، فلا تستطيع رسم ملامحه او يعني تحديث صفاته. اما اذا كان واحد جايبه بالحجره رسام عشان يرسم لك، ولا هي ربما يمكن في المره الاولى هو ما يقدرش يلم ملامحه. الله اعلم، انا ما فهمتش السؤال، انا جاي
على ما عندي. نعم. وكذلك ما من مقدار مخصوص للجرم في الطول أو العرض إلا وهو جائز يقبل الوجود والعدم بأن يوجد ما هو أكبر منه. آية مثل ربنا الثالث اللذة ممكن يكون أبلغ أبلغ من كده أو أنصع أو أجمل من كده أو أطول أو أعرض أو أسمن أو أنحى يقبل منه ليس ذاتي فيه. واضح إن شاء الله؟ نعم. بأن يوجد ما هو أكبر منه أو أصغر إلا أن يكون تناهى في الصغر إلى مقدار الجوهر الفرد. يعني معناها أقول لك أي موجود له طول معين أو عرض معين كان جائز قبل وجوده أن يوجد أكبر من هذا القدر اللي هو عليه أو أصغر إلا أن يكون وصل إلى مقدار الجوهر الفرد. لو قلنا جائز أن يكون أصغر منه هذا مش هو الجوهر إيه؟ الفرد. وهو المقدار الذي لا يقبل التجزئة اللي هو الجوهر الفرد لا حسا ولا عقلا يقبل حينئذ مقداره العدم بأن يوجد ما هو أكبر منه لا بأن يوجد ما هو أصغر منه إذ لا أصغر منه. يبقى معناها عاوزين كل موجود يقبل أن يكون على المقدار اللي هو عليه من المقدار الأكبر يقبل أن يكون زيادة على المقدار عليه أو أنقص إلا إذا كان جوهر الفرد لا يقبل النقص وإنما يقبل الزيادة. لماذا لا يقبل النقص؟ لأنه لا أصغر من ذلك. هذا أصغر شيء تناهى في السورة. وذلك الجوهر الفرد لا يمكن رؤيته إلا بانضمامه يعني لا يمكن رؤيته وحده من ايه؟ من انضمامه الى مجموعه يعني في الهيئه المركبه انما في الهيئه اللي فيها الجوهر فرد لا يمكن. مولانا هم قالوا بالجوهر الفرد على سبيل التشخص الخارج ولا فرد هو؟ فين؟ قالوا بالجوهر الفرد سنة على سبيل الوقوف الخارج ولا فرد هو؟ هو واقع في الخارج بس مش واقع كجوهر فرد. بمعنى انه هذا ان كل الاجسام مركبه، مركبه من ايه؟ من جواهر. ولو انها جزئت وقسمت لتناهت الى هذا الجوهر الفرد. هو موجود بس في ضمن ايه؟ في ضمن افراد. ليه؟ لانه لو نفينا وجوده مما تركبت الاجسام، هي الاجسام مركبه، كده هننكر وجود الجسم نفسه، فلا بد من الاعتراف به. وهو حادث خد بالك، لانه لو قلنا انه ما فيش جوهر فرد هنقول ايه؟ مشكله ثانيه هنرجع الى العالم القديم. والجوهر الفرد عندنا حادث لا ينكر. وهو عندك البيت اللي هو بيقول ايه؟ وجود كل شيء عينه الجوهر. والجوهر الفرد عندنا حادث لا ينكر عندنا، يعني يشير انه الفلاسفه هي عندهم ليس بحادث. وهو المقدار الذي لا يقبل تجزئة لا حسا ولا عقلا، فيقبل حينئذ مقداره العدم بأن يوجد ما هو أكبر. يعني معنى حسا يعني أمامكم حقيقة في الحس ما ينفعش تجزئه، بيجي صغير خالص في الحس لو حبيت تجزئه مش هتلقاه، يعني لو وضحت منه حتة ثانية لا تجده. لما أنت تجيب كيلو لحم تعالى قطش فيه سنة صغيرة مع البخل كده والشح اللي هتبص تلقى ايه؟ الكيلو عدمي مع كثرة التجزئة اللي فيه انتهى. هو لم ينتهي بس هو تلاشى في فده الحس. ولا عقلا بمعنى انه لو جاز عقلا ان ينقسم او ان يتجزأ لكان مركبا. ان العقل يقول انه ايه؟ فرد الجزء الذي لا يتجزأ. لم يقول يتجزأ ويقرض عقلا انه يتجزأ، يبقى تناقض. والعقل حكم بانه هو الجزء الذي لا يتجزأ، فاذا قال انه يمكن حتى ولو في الناحيه الحسيه غير ممكن، لكن في الناحيه العقليه الافتراضيه انه يمكن. هذا معناها مش هو الفرد. هو افتراض العقل انه جزء لا يتجزأ. فاذا جاز عقلا ان يتجزأ، لذلك قال هنا لا يقبل التجزئة لا حسا ولا عقلا. نعم. فيقبل حينئذ مقداره العدم بأن يوجد ما هو أكبر منه لا بأن يوجد ما هو أصغر منه.
يعني أنا عاوز أقول لك طالما أدناها في الصغر إلى هذا الحد يجي اللي يقبلوه يقبل أن ينعدم فقط، لكن لا يقبل أن يكون أصغر منه ويقبل أن يكون أكبر منه. وقبول كل مقدار مخصوص وكل صفة من صفاته للوجود والعدم هو لازم ذاتي لا يمكن انفكاكه عنه ضرورة، وهذان الأمران المقبولان وهما الوجود والعدم متساويان في القبول والجواز لا ترجيح لأحدهما على الآخر. يعني وجود الشيء الحادث متساوي في قبوله للوجود قبل وجوده وفيه بقائه على عدمه، هما أمران متساويان لا ترجيح لأحدهما على الآخر من حيث ذاته، يعني هو في ذاته كده قابل للوجود وقابل كونه قابل للوجود لأمر ذاتي أو قابل للعدم أمر ذاتي، إذا لا بد إذا كان هذا ذاتي وهذا ذاتي إذا ترجح أحدهما على الآخر فلا بد منه الخشع لازم لا بد لأنه العقل لا ترجيح من غير مرجح، لما ممكن في العقل يقول لك رجحان من غير مرجح، لا ترجيح من غير مرجح. طب وإذا قلنا مثلا بلاش كلمة ترجيح بس خليها رجحان، يقول لك ما لو خليناها رجحان يرجح مين الأقوى مش الأرض، لأنه في الحقيقة أنه عدمه أقوى من وجوده لأنه لا يحتاج إلى سبب، أن الذي لا يحتاج إلى سبب الذي يحتاج إلى سبب هو الوجود بالذات الأمر، هو عدم مش محتاج لسبب إنه يكون عدم، هو عدم كده في ذاته، فعشان يوجد عاوز إيه سبب؟ إيه الجانب الأقوى فيه؟ أن ظن على عدمه إنه هو ده الأصل، إذا خليناه رجحان يمكن اللي حيرجح إيه؟ العدم. وعشان كده قلنا لابد من ما قالش رجحان ده وترجيح إنه كأنه الترجيح ده لما تأجي أرجح أحد المتساويين وممكن أرجح الأضعف، فدخل عندي قدامي عددا أختار أرجح ده على ده، ممكن يكون الاثنين متساويين في الدرجات ده 90 وده 90 أرجح واحد على الثاني، ممكن يكون واحد ده واخد 80 ما دام في مرجح شال لك روح في الصفر هيرجحوا على الايه على الواخد ما دام في مرجح ما خلصت، انما لو كان رجحان لا يمكن اللي هو الاقل يرجع على الايه؟ على الاكل، لا يمكن ال 80 ترجع على ال 90 من نفسها كده. طب افرض ما فيش خالص صفر هيرجع على ال 90 اذا كان 80 مش فاذا يستحيل عقلا ان يكون جرم من الاجرام او صفه من صفاته قديما. فاذا ايه؟ فاذا يستحيل عقلا ان يكون جرم من الاجرام أو صفة من صفاته، من صفاته مش من صفات الله، من صفات الجن، أي أوعى كده في الفم، قديما لم إيه؟ يسبق وجود عدم، لما يلزم عليها من ترجيح وجود المقدار المقصود الجائز على عدمه المساوي، هو في الحقيقة العدم مش مساوي، ده العدم أقوى، نحن بنفترض إنه مساوي، المساوي له في القبول والجواز. واضح كده؟ لا كمل. وترجيح وجود صفته المخصوصة الجائزة على مقابلها بلا مرجح. عارفين الصفة عندك هم كام متقابلات ستة وجودنا وعدم صفاته ألمنة كذا المقادير والرواتب وكم مقدار على مقدار أو بها على بها أو مكان على مكان أو زمان على زمان أو صفة على بد من مرجح. وانت يعني هما الاقسام ثلاثة واجب مستحيل وجاهز، افرض مثلا اللي فيه الترجيح ده الممكن الواجب لا يتصور فيه الا الوجود والمستحيل لا يتصور فيه الا العقل، فيبقى ما فيش غير قسم واحد اللي هو فيه الترجيح اللي هو الممكن. طب حنقول كده بالعقل لو كان الترجيح ذاتي منه مش هيبقى ممكن ده واجب، يبقى لازم يكون المرجح غيره يعني من خارجه. طب مين من خارج؟ ما فيش غير الواجب والمستحيل، والمستحيل لو كان مرجحا لاعطى لنفسه اذا كان هو فاقد الشيء لا يعطيه.
فلم يبقى إلا ورجح أحد طرفين ممكن على الآخر إلا الواجب. وذلك جمع بين متنافيين وهما الاستواء والرجحان. لأنه معنى الاستواء يعني عدم الرجحان، الرجح عليه ممكن إليه، ومعنى الرجحان يعني عدم المساواة، ومعنى المساواة يعني عدم الرجحان. فإذا قلنا بذلك هذا جمع بين متنافيين، ما هما المتنافيان؟ الاستواء والرجحان. وذلك لا يعقل. فإذا قد دل كل ما سوى مولانا تبارك وتعالى من جهة مقداره المخصوص وصفته المخصوصة على أمرين. يعني كل ما سوى مولانا له جهة، له مقدار مخصوص. ومن شأن الله عندنا خزائنه وما ننزله إلا بالقدر، مقدار مخصوص. خلق كل شيء فقدره تقديره. التقدير هنا معناه ايه؟ معناه التحديد. عندنا في نزلناه في ليلة القدر، القدر بسكون الدال غير القدر بفتح الدال. فتح الدال هو ينكر مع كلمة ومؤاخي لكلمة القضاء، وهذا اللي هو بفتح الدال ده أجلي. على الخلاف بين الأشاعرة وما تريد في تعريف القضاء والقدر، إنما القدر بسكون الدال ده حادث، اللي هو معناه التحديد والتقدير. يعني إذا من جهة مقداره المخصوص وصفته المخصوصة على أمرين، يدل على أمرين كده، أحدهما أو أحدهما على البدن، يعني أحدهما على أما أحدهما. وجوب وجود المولى تبارك وتعالى ليرجح بإرادته مقدار كل جرم وصفته المخصوصين على مقابليهما. على مقابليهما يعني معناها كل جرم وكل صفة لها إيه؟ له مقابل. إيه هو المقابل؟ اللي هو زيادة عنه أو إيه؟ أو أنقص منه كده؟ فإذا دل هذا على وجود الله مولانا ليرجح إرادته الصفة إيه؟ إرادة الصفة القديمة مقدار كل جرم وصفته المخصوصين على الايه؟ الامر المقابل لهما. لان هذه اسمها الامور السته المتطابقه، كل واحد يقابل واحد. فما الذي رجح هذا المقابل على مقابله؟ اذا لازم الترجيح لصفه الاراده للتخصيص، يرجح احد طرفي الممكن على الاخر. او تخصص هو الترجيح. ويوجد ما شاء من ذلك على وفق إرادته. الثاني الحدوث لكل جرم وصفاته لما ثبت من طريق الجواز من وجوب افتقارها للفاعل. إذا دل على أمرين، أول حاجة إنه في مرجح اللي هو الواجب، وجوده تعالى وإرادته القديمة، وجوده القديم وإرادته القديمة. وبعدين في حاجة ثانية يدل هذا على إنه كل جرم، وطبعا إذا ثبت حدوث الجرم يثبت حدوث الصفات او اللوازم التي اتصف بها هذا الجرم. لما ثبت من طريق الجواز من وجوب افتقارها للفعل، هنا الموجودات اللي هي الحادثه هتفتر الى امرين، المخصص يعني خص هذا بهذا، والفاعل. اذا المخصص والفاعل، اذا يخصص اللي هي الاراده، والفاعل اللي هي القدره، اللي معناها محتاجة دلت على أمرين وليس على أمر واحد، على أنه في مرجح، وعلى أن هذه الأجرام وما اتصفت به من صفات ولوازم حادثة. الثاني الحدوث لكل جرم وصفاته لما ثبت من طريق الجواز من وجوب افتقارها للفاعل، لأن القديم لا يكون إلا واجبا غنيا عن الفاعل. فإن قلت ما المانع أن يكون ما سوى ذلك؟ كل موجود لازم مفتقر، كل موجود. يعني مثلا ليس الافتقار ده سمة أو يعني أمارة أو علامة على الناس. في الآية القرآنية يا أيها الناس أنتم، ده أسلوب قصري، أنتم الفقراء.
مع انه كل الموجودات الجرام والاعراض والسماوات والارض والعرش والملائكه والانس كله مختبع، فلما خص الناس من هنا بيسمونه مش قصر حقيقي، ده ايه ده الاضافي ده عشان ايه، فكانه ظهرت صفه الاحتياج الشديده فيهم، فكان الفقر لم يتعداهم الى غيرهم، يعني كانه هو في الحقيقه كل الموجودات مكتفيه، يعني شوف لا يلزم بها ان كل من سواه او ما سواه مفتقر اليه، يعني يلزم من استغنائه تعالى عن كل ما سواه افتقار كل ما سواه اليه، ليس ليس الناس فقط بل جميع الموجودات مفتقره، لكن تعالى لما نقيس افتقار نحن بالنسبة لافتقار الملائكة هنجد أيهما أشد افتقار، نحن مثلا محتاجين إلى طعام وشراء وأدب واختبارات وشفاء ومواصلات وتعليم وصحة، والملائكة لا يحتاجون إلى شيء من ذلك، ونحن محتاجون في بقائهم ووجودهم إلى الله تعالى وهم مفتقرين أيضا، لكن لما كان الافتقار اظهر او اوضح او اجلى في الناس قصره الله تعالى عليهم. فان قلت ما المانع ان يكون ما سوى الله تبارك وتعالى قديما ويكون الترجيح لوجود مقاديره وصفاته بطريق التعليل او الطبع لا بطريق الاختيار. كان اوجب فيه المانع ان يكون ما سوى الله تعالى قديم، وبعد كده يكون الترجيح ده بطريق التعليل او الطبع لا بطريق الاختيار، يعني عاوز اقول لك اذا قلنا في مرجح فلا بد ان يكون هذا المرجح فاعلا مختارا، انما احنا هنقول الكائنات دي قديمه والمرجح عباره عن هو العله او الطبيعه، هو ذكره الدردير نفسه في الفريد عندما قال ما يقول بالطبع او بالذهن، هنا شروع هذا الكلام شروع السؤال ده، فان قلت في ابطال ما ذهب اليه الفلاسفه من القول بكذا نعم. فالجواب انه لو كان كذلك لما اختلفت مقاديره وصفاته ولما تاخر منها شيء عن الازل، لان العله الواحده والطبيعه الواحده يستحيل اختلاف آثارهما. يعني مثلا تعال انت عندك مكينة تطبع كتاب زي ده، تطبع لو هتطبع مليون لازم تطلع نسخة كلها واحدة، يمكن تطلع نسخة ايه مختلفة في عدد اطبار، كتاب واحد والعلة واحدة، فيجب ان يكون المعلولات كلها للعلة الواحدة متساوية، وده حكم العقل، يقول لك إن لو كان كذلك، يعني لو كان كذلك اللي هو جاء في السؤال لو كان بالتعليل او بالطبع، يعني هو ان يكون ما سوى الله قديما ويكون الترجيح سببه انه تعليم او طبع مش اختيار، يعني نفي الاختيار، فلو كان كذلك خد بالك نفي الاختيار ده معناه ايه؟ معناه نفي الحدوث، واذا نفيت الاختيار عن المرجح يعني عن الفاعل معناه كده من العالم، ومعنى الحدوث يعني معناه ايه؟ ثبوت الاختيار او ثبوت المرجح او اثبات الصانع اللي هو المختار. ليه؟ لانه لو كان عله ومعلول مش هيبقى في اختيار في تلازم. يعني معناها ليس لهم الا يخرج اذا عله ومعلول، اذا وجدت العله وجد المعلول مفيش اختيار. انما لما يكون الفاعل مختار يعني يتاتى منه الفعل ويتاتى منه الترك، انما لما يكون في عله مفيش يتاتى الفعل، لابد ان يكون ليه؟ الفعل لا يكون الترك، ولذلك ثبت كده وربك يخلق ما يشاء ويختار، فاذا اثبتت الاختيار يبقى لابد ايه القول بحدوث العالم، يعني معناها العالم لم يكن فاختار او فشاء الله تعالى ان يوجده فاوجده، اما اذا نفيت عن الله الاختيار وجعلت العالم صدر عنه كما تصدر يصدر المعلومه يبقى معناها ايه القول بالتلازم يعني قدم العالم ليس لذاته ولكن لقدم علته. هي الفرق بينهما؟ ها؟ قول كده. الفرق بينهما نفي الاختيار عن الصانع، يعني كأن الفلاسفة
لا ينكرون الصلاة ولكن يقولون بالتلازم بينه وبين موجوداته أو بين مصنوعاته، فيقول تعالى علة والمصنوعات معلوم. أما إذا أثبتت الاختيار بمعناه حتم في قيلة العالم، إيه معنى الاختيار؟ يعني هو ما كانش في عالم فاختار أن يخلقه فخلقه، ولو كان غير مختار لكان العالم قديما بقدم علته، أو قديما بالقول الثاني بقدم طبيعته اللي هي العلة والمعلول والطبيعة والإيه؟ والمطبوع. مفهوم الكلام ولا مش مفهوم؟ مفهوم؟ ومن فعل إذا معناه في ثلاثة، مفيش تقدم ولا تأخر، بس التقدم والتأخر في التعقل الذهني، لكنه في تلازم بين، مفيش تلازم تأخر زمني أو مفيش انفصال زمني، وجدت العلة وجد المعلوم. اللي معناه إيه ده؟ معناه إيه؟ معناها أنك تنفي عن الله أن يكون صانعا مختارا، ولكنه صانع لكونه علة. ولذلك السر مهم جدا، تجد أن المتكلمين لما يستدلوا على وجود الله يستدلون بحدوث العالم، والفلاسفة يستدلون بدليل الإمكان وليس بدليل الحدوث. إن دليل الإمكان إثبات أن العالم ممكن وجوده وممكن إيه؟ لكنه لابد أن يكون موجودا وهو في ذاته يمكن. وهنا إذا القول بدليل الممكن ليس معناه هي حدوث العالم، يعني ممكن نقول العالم ممكن ومع ذلك هو قديم، قديم بقدم علته، انما لا يمكن يمشي دليل قدم العالم مع دليل حدوث التناقض. لذلك تجد الفلاسفه يستدلون على وجود الله بدليل الممكن، اما المتكلمون يستدلون بدليل الحدوث. هل ينفع دليل الامكان عندنا؟ ينفع بس بشرط الحدوث، هو الممكن يمشي مع الاثنين، بس هم يعني. ولذلك تجد في بعض فكر الفلاسفه يصرحون بحدوث العالم، ولكن يجب ان تنتبه. ذكرها في الحاشيه الشيخ الوثيق المطلع على الخريده، الحدوث عند الفلاسفه ليس معناه الوجود بعد عدم، ولكن الحدوث عندهم يعني الاحتياج الى الصانع، يعني هو العالم محتاج الى علته يعني الى صانعه، لكن مش معناه حادث. يعني فسرها كده، حدوثه الدبر، حدوثه وجوده بعد العدم، وضده هو المسمى بالفكر. فعندهم دليل الامكان، بس متى يستدل به المتكلمون؟ عندما بشرط الحدوث، بشرط الحدوث. لكن ممكن نقول بالامكان وليس معناها الحدوث. الدليل تصوغ كده، تقول كده العالم في ذاته ممكن، يعني يستوي فيه وجود ويستوي فيه عالم، ولكنه بالنظر الى وجود علته وهناك تلازم بين العله والمعلول فهو واجب، ومن هنا قديم وفي ذاته حادث، يعني بالنظر الى ذات العالم هو حادث، ومن نظر الى قدم علته وهو قديم وفي تلازم بين العله والمعلول. اللهم يستدلوا بدليل الإمكان وليس بدليل الحدوث، لأن الحدوث معناه تأخر المعلول عن العلة، وده في العقل مش مستقيم عنده، لا يقبل. هو يقبل الوجود ويقبل العقل، لما قد وجد في ذاته، تمام كده؟ لماذا لا يكون وجوده حادثا؟ يقول لك لا، هو مرتبط بعلته، ويكون الاختيار عن العلة اللي هي الصانع، مش مختار، إنه معناه في دلاله. لو اثبتت الاختيار يبقى معناه انه شاء او اراد، والاختيار معناه انه يتاتى منه الفعل ويتاتى منه الترك. فلو كان لا يتاتى الا الفعل في تلازم يبقى ده علم، لا يسمى مختار. فالجواب انه لو كان كذلك لما اختلفت مقاديره وصفاته. يعني عاوز يقول لك لو كان العالم معلولا لعلة لكان كل البشر بياض واحد، سواد واحد، كل واحد، عرض واحد، ده في البشر والملائكة كده والمخلوقات كلها كده، فورم واحدة كده، لأنه لا يختلف معلول الايه؟
العلة الواحدة ولا مطبوع الطبيعة الواحدة. ليه؟ خذوا بالك، الفلاسفة ما قالوا إنه العالم له هي أكثر من علة، هي علة واحدة، صانع واحد يعني، لما قلت بتعدل العلة، يبقى معناها يجب يكون معلول العلة الواحدة متساوي. طب لما في اختلاف في المقادير وفي الأزمنة، يعني معناها لو كان لو كنا احنا صدرنا عن علة كما يقولون، يبقى لازم نوجد كلنا مع بعض في زمن واحد. مفيش حاجة اسمه زمن موسى ولا عيسى ولا، ولازم نوجد كلنا بهيئة واحدة وبمقدار واحد وزمن واحد ومكان واحد. وهذا ايه؟ يكذبه الواقع المشاهد. هذا دليل على ايه؟ على ان احنا مش علة ومعلول، ده في ايه؟ صانع مختار فعال لما يريد. ولما تأخر منها شيء عن الأزل. يعني عاوز أقول لك إيه؟ كلنا نوجد في الأزل. لأنه العلة ملازمة لمعلولة، والعلة أزلية، يبقى المعلول أزل، وما فيش واحد فينا وجد في الأزل. حصل حد يوجد فيكم في الأزل فيهم واحد أزلي؟ لأن العلة الواحدة والطبيعة الواحدة يستحيل اختلافها. أقول كده هنكذب وهتشهد الثلاثة. تيجي يوم سجل في السجين المدني اللي كان خرابة أو كان مزبلة قبل ما يبنوه في سجنه أو سجل فيه. أو ما كانش موجود. مش مع حدش بتاع الأزل، الأفوام ما شمت الوجود الأزلي بأي حال من الأحوال. لأن العلة الواحدة والطبيعة الواحدة يستحيل اختلاف آثارهما. وإلا عبدونهم قال لك الاختلاف ده ده معناه اكثر من علة، يبقى كده ايه؟ تناقضوا الاصل اللي بنوا عليه، هو علة اخرى. قول كده. لأن العلة الواحدة معناها العلة الواحدة والطبيعة الواحدة يستحيل اختلاف آثارهما. تمام كده بكل واحد. وبعدين يستحيل تأخر شيء منها عن وجودهما في الأزل، يعني معناها المعلول والعلة حيهما فلازمون وجودهما معا أزلي. وجود العلة أزل والمعلول أزل. لأن العلة الواحدة والطبيعة الواحدة يستحيل اختلاف آثارهما أو تأخر شيء منها عن وجودهما في الأزل، والمشاهدة الضرورية تقضي بخلاف ذلك. يقول لك والمشاهدة الضرورية، ضرورية يعني معناها ما فيش مكابرة، لا تستطيع يعني. والمشاهدة الضرورية مش نظرية، ضرورية تقضي بخلاف ذلك، لأن اختلافها في مقاديرها وصفاتها كثير لا حصر له، وتأخير أو تأخر جميعها عن الأزل معلوم على القطع. هات شهادة من الأزل أو شهادة ميلاد حتى فرعون هتجد له حادث. الشيخ مش هيكتب حادث، هجيب الكلام اللي حضرتك. لأن اختلافها في مقاديرها وصفاتها كثيرة لا حصر له، وتأخير جميعها عن الأزل معلوم على القطع. وتأخير وتأخير جميعها عن الأزل معلوم على القطع بمشاهدة التأخير في كثير من الأجرام وصفاتها اللازمة لها، فوجب أن يكون جميعها كذلك لوجوب استوائها في صفة الافتقار إلى الفاعل. فإن قلت لا شك أن تأخير الأجرام وصفاتها عن الأزل يدل قطعا على إيجادها ليس يدل قطعا على أن إيجادها ليس على طريق التعليل. جميل، معناها عندنا لا شك أن تأخيرا عالف لا شك أن تأخيرا الأجرام وصفاتها صح كده؟ نعم. عن الأزل يعني معناها الأجرام وصفاتها لم توجد في الأزل. نعم. يدل قطعا على أن إيجادها ليس على طريق التعليل. ما على طريق الفاعل المختار صانع المختار. ليه؟ لأنه إذا كان مختارا إذا معناها يلزم من كونه مختارا أن يكون العالم سبق بعدم، لأنه لو كان موجود واختار أن يوجده ده تحصيل حاصل. إذا الاختيار معناه حاجة مش موجودة اختار يوجدها، كيف يوجد ما هو موجود؟
إذ العلة العقلية يستحيل مفارقتها لمعلولها. وأما دلالة التأخير على أن الإيجاد ليس بطريق الطبع فقد لا يسلم. أيها الدعاء يقول لك يعني في عندنا حاجتين، الطبع والعلة. فده كونها تأخرت عن وجودها في الأزل ده أهم، إنما الموضوع الثاني هو موضوع الطبيعة والمرفوع. ويقول لك إذ العلة العقلية يستحيل مفارقتها وأما دلالة التأخير، هي تأخير إيه؟ ها؟ تأخير الأجرام وصفاتها عن وجودها في الأدب على أن الإيجاد الإيجاد لها ليس بطريق الطبع فقد لا يسلم، يعني معناها لابد من التسليم بالأول اللي هو العلة. أما الطبيعة والمطبوع ده قد لا يسلم، يعني مش هيسلم لك الخصم بذلك. لماذا؟ لما تقرر أن تأثير الطبيعة عند من يقول بها من المبتدعات من المبتدعة ليس على طريق اللزوم بكل حال. يعني عاوز يقول لك في تلازم بين الطبيعة والإيه؟ بين العلة والمعلوم. إنما الطبيعة والمطبوع ليس عن طريق اللزوم في كل حال، بل إنما يلازمها مطبوعها إذا توفرت الشرائط وانتفت الموانع. يعني عاوز يقول لك الكلام ده مسلم في العلة والمعلول، انه لا بد من ملازمة معلولها على كل حال. اما ملازمة مطبوع الطبيعة لها ليس على كل حال كما هو الشأن في العلة والمعلول، وانما عند توفر الشرائط شروطها وانتفاء الموانع. يبقى ايه الفرق؟ السؤال كده، ما الفرق بين التأثير بالعلة وبين التأثير بالطبيعة؟ الجواب أن تأثير العلة لا يتوقف على توفر شروط أو انتفاء موانع، أما تأثير الطبيعة فيتوقف على توفر شروط وانتفاء موانع. فمثلا يعني إذا قلنا مثلا كده حركة اليد، حركة الساعة هنا لا في تلازم وليس هناك فيه توفر شروط ولا انتفاء، بل كلما على الإطلاق تحركت اليد تحركت الساعة، حركة الساعة معلولة، حركة اليد ايه؟ علة زي الخاتم في الركن. لكن بالنسبة لتأثير الإحراق في النار ده مش هنقول علة معلولة، ده هنقول طبيعة موضوع. لكن هنا يقول لك لا بد من توفر شرط وهو المماثل، يعني وجدت النار ووجد المحروق الورق ولكنه لم تؤثر في إحراق، لأن هناك شرط لم يتوفر وهو أنك لم تضع الكتاب في النار، لم تجعل النار تمس الكتاب. يبقى كده هنا متوقف على شرط اللي هو المماثل، وبعدين أخر وضعناه في النار ومسدته ولم يعترف، لكن عبدي مانع، منع من تأثيرها وهو البلل. يعني عاوز يقول لك ليس هذا القول الوجود مسلم في العلة والمعلول وليس مسلما في الطبيعة والمطبوع، لأنه في حاجة مهمة لتوفر شروط وانتفاء وانتفاع. فهمت ولا لسه؟ الفلاسفة بيقولوا بقى ايه عن النار؟ يعتبروها ايه مش علم؟ لا طبيعة منظورة. عندهم القولين دول قول الفلاسفة وطبيعيين فلاسفة. اللي بيفرق لا عشان ده شيء محسوس وده شيء عقلي. في تلازم عقلي وفي تلازم عقلي اللي احنا بنسميه العادي. لذلك عندك ايه في حاجة ثانية من قول رسول الله رسول اللي هي توقف عليها اللي هو معنى كلمة الطبيعة عندهم. الطبيعة لما نيجي نوزنها احنا نقول هي فعيلة، وفعيلة في اللغة سبحان الله يصلح لكم بمعنى فاعل وبمعنى ايه؟ فهم الطبيعة عندهم بمعنى فاعلة مؤثرة في مطبوعها، ولكن تأثيرها في مطبوعها غير التلازم بتاع العلة والمعلومة. في أشياء يقولون بأن هذا التأثير طبيعة منطقة وهذا التأثير علة ومعلومة، والقولان كما أنهم يقولون بالطبيعة والعلة كذلك حكم عند أهل المسلم.
لكن ممكن ان نقول بالطبيعه ايضا، بس ليس على انها فاعله، على انها ايه مطبوعه. هذا اعتراف بان لها طابع، يعني ممكن نقول هذه طبيعه في الاشياء، يعني الطبيعه التي جعل الله، الطبيعه بمعنى مطبوعه، زي فطره الله التي فطر الناس، زي صفه الله ربنا طبع الاشياء كده، يعني لها طابع، لها موجب يعني. بخلاف لو كانت بمعنى طابعه يعني مؤثره بعيد خارقه، هي الموجبه اذا كانت تأليه للطبيعه، بخلاف القول الايه؟ الاول، احنا ممكن نقول فيه بس على المعنى الايه؟ على المعنى على انها على انها هي ايه؟ هي اثر ليست هي مؤثر. واما دلاله التاخير على ان الايجاد ليس بطريق الطبع فقد لا يسلم. انا افهمه ليه؟ قلت لا يسلم ليه؟ عشان مربوطه بيه بترابط الشروط وانتفاء لما تقرر ان تاثير الطبيعه عند من يقول بها من المبتدعه ليس على طريق اللزوم لكل حال، بل انما يلازمها مطبوعها اذا توفرت الشرائط وانتفت الموانع. فعلى هذا تاخير العوالم عن الازل لوجود مانع منع منها في الازل. بس هنا عاد شغل عقلي كبير على او جهد عقلي، بيقول لك يعني في الاول قلنا ما ينفعش يتاخر وجود العوالم عن الازل لقدم الايه؟ العله. فيجب ان يوجد المعلول في الازل لتلازمه. ده كان عله ومعلول، لكن على طبيعه يقول لك ما يلزمش. ثم هيقول لك لم يوجد العالم في الازل عشان ما توفرش الشرط. مش كده؟ متوقف على ايه؟ على وجود الشرط. لم يوجد الشرط في الازل. وفي حاجه ثانيه، قد يكون في مانع. يعني معناها لو زال المانع كان ممكن يوجد العالم في الازل. او لو توفر الشرط. هنا مساله عقليه موجبه شويه. حاول معك بس انت ركز. بل انما يلازمها مطبوعها اذا توفرت الشرائط وانتفت الموانع. فعلى هذا تاخير العوالم عن الازل لوجود مانع منع منها في الازل وانتفاء شرط هناك. يعني اقول لك لماذا تاخرت العوالم؟ حاجه من اثنين، يا اما في حاجه منعت في مانع، المانع ده ازلي، خد بالك، عارف لو كان المانع ازلي هنسلم، اذا معناها المانع ده لو انتفى يعني زال، مش حاجه ازلي. ولو كان ازليا يجب ان يظل مانعا. الازلي ما يزولش عنه وصف الازلي في امتحان ما فيش. وهنشوف الشرط كمان، الشرط ده قديم ولا حادث؟ ولو كان الشرط قديما يبقى معناها ولم يتوفر، يبقى معناها برضه نفس الكلام. طب ولو كان حادثا كيف يؤثر في القديم؟ كيف يكون شرط حادث الجزاء؟ فالجواب انه لو وجد مانع يمنع من وجود العوالم في الازل لما انتفى ابدا. الله لو وجد مانع، يعني كان المانع ازلي يمنع من وجود العوالم في الازل لما انتفى ابدا. كيف ينتفي؟ لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه. يعني إذا كان المانع ثبت أنه قديم استحال أن ينعدم. فيلزم ألا يوجد شيء من العوالم أبدا. كده مفهوم كده. ولو انتفى شرط وجود العوالم في الأزل لما وجد ذلك الشرط أبدا. يعني لو انتفى شرط في الأزل لما وجد ذلك الشرط أبدا، فلا يوجد شيء من العوالم أبدا. أقوم بكده حد هنا ما أقوم. لأن وجود ذلك الشرط فيما لا يزال. يعني عاوز أقول لك الشرط ده لم يكن موجودا في الأزل ثم وجد فيما لا يزال. فأين الفرق بين الأزل وبين ما لا يزال؟ الفرق بين الأزل وتمام مبدع تشترطها إلا ويذكر بالعالم قبلها مبدع. يعني أبو حسن قلت لك آدم أبو قبل كده، الجن أبو قبل كده، العقل مش هيتوقف، لأن العقل مش هيصل إلى الإيه؟ إلى حاجة اسمها الأزل أبدا أبدا. عبد يفكر مدد إلى ما لا نهاية. ما زي مثلا اقول لك انا الحائط ده وراه
الشارع، هيقول طب وين ورا الشارع؟ اقول لك شارع ثاني، طب وين ورا الشارع ثاني؟ حائط، طب وين ورا الحائط؟ بحر، ايه ورا البحر؟ نهر، ايه ورا النهر؟ سمع، هل هيتوقف العقل؟ مش هيتوقف، طب ما الفعل الازلي؟ يبقى هنا الفرق ده يعني مش هتصل بعقلك الى حاجه اسمها الازل، برضه هتقعد في ايه؟ لانك محكوم انت اصل وجودك محكوم بزمن، وكيف انت تخرج من المقيد الزمني الى المطلق. فدي اسمها دي من المسائل اللي انت عندهم في مثلا التشريم اسمها ايه؟ مواقف العقول. الفرق بين ايه بس كده هو بيجي تعريف، ما تعريف الازل؟ معناه نفي الاوليه، نفي نقطه البدايه. وما هو تعريف ما لا يزال؟ يعني اثبات الاوليه. لما انت هتقول مثلا متى بدا الزمن؟ بدا بخلق اول حادث. فلو ان الله تعالى خلق حادث واحد فقط بس ولم يقرنه بحال لما وجد الزمن، لان الزمن عباره عن مقارنه حادث لحادث. فلو كان حادث واحد يبقى ما في زمن، لازم يكون في حادث ثاني. يعني نقرن شيء بشيء فيخرج من هذه المقارنه معلوم بمعلوم او موهوم بموهوم او معلوم بموهوم او موهوم، هيخرج اليه انتزاع وجود الزمن، لان الزمن عند المتكلم امر اعتباري مش حقيقي. يعني نقول كده تعالى كده، متى تطلع الشمس؟ هتقول كده انت محدد ساعة وقت معين لطلوع الشمس، تقول كده زيد كده عندما يأتي زيد تطلع الشمس. فإذا كان معلوم عندك وقت ايه؟ وصول زيد، فتقول ايه؟ متى تطلع الشمس؟ تقول إذا جاء زيد. إذا كنت أنت مش عارف ميعاد الشمس، عارف ميعاد وصول زيد. طيب إذا كنت أنت عارف العكس، عارف موعد طلوع الشمس ومش عارف موعد طلوع، متى يجيء زيد؟ تقول إذا طلعت الشمس. يبقى الزمن، يبقى مقارنة طلوع الشمس بمجيء زيد، أو مجيء زيد. أو تقول كده، متى نصلي العصر؟ تقول إذا حضر فلان. طب متى يحضر فلان؟ تقول عندما نصلي العصر. اللي معناها اقتران شيء بشيء، اللي معناها الزمن لا يجري الا على الايه؟ على ما هو حادث، على ما وجد ايه؟ بعد ان لم يكن، ده الزمن. اللي معناها لما اقول كده بدايه الزمن يعني بدايه وجود الحوادث. هل بدات الحوادث في زمن؟ وهو الزمن لم يكن الا عند وجودها. كون الحوادث بدأت في زمن يعني معناه ايه؟ أن الزمن وجد في زمن آخر، وهذا يلزم منه أن الزمن الآخر وجد في زمن آخر، ويؤدي هذا إلى قدم الايه؟ الزمن نفسه، أن الزمن نفسه قديم. إذا الفرق بين الأزل اللي هو ايه؟ نفي الزمن، وبين بداية الزمن ده ايه؟ شيء عجيب. لأنك لو قلت إنه الأزل، أخذ واحد قال كده، الأزل معناه قبل الزمن، ما هو كلمة القبلية دي معناها زمن. يعني كأنك قلت إن الأزل قبل الزمن، طب هقول لك بكام؟ بكام شهر؟ بكام سنة؟ بكام قرن؟ يبقى معناها قدرناها بزمن، وهي لا تقدر بزمن. فمسألة ما تستطيع حلها إنس إيه؟ ولا جان، يعني لا توقف فيها العقل. بس نثبتها، انه عدم اثباتها معناها ايه؟ قدم المخلوقات. يعني مؤمن فيها في قديم يعتبر من المتشابه. فلا يوجد ايضا شيء من العوالم ابدا. يعني لو انتبه اكد الجمله على العوالم. فالجواب انه لو يقول الفاصل هكذا. فالجواب انه لو وجد مانع يمنع من وجود العوالم في الازل. مفهومه دي، يعني لو كان في مانع ازلي يبقى المانع الازلي ده لا تزول عنه صفه الازليه. يعني هيبقى مانع مستمر وما فيش عارف. لانه كون المانع ده يزول ده مش ازلي. لما انتفى ابدا، لان ما ثبت قدم مستحال عدمه، فيلزم ان لا يوجد شيء من العوالم ابدا.
ولو انتفى شرط وجود العوالم في الأزل لما وجد ذلك الشرط أبدا. يعني إذا كان هو مش موجود الشرط إلا في الأزل فكيف يوجد فيما لا يزال؟ فلا يوجد أيضا شيء من العوالم أبدا، لأن وجود ذلك الشرط فيما لا يزال متوقف على انتفاء مانع أزلي أو تسلسل شرائط إلى غير أول. يعني معناها وجود ذلك الشرط متوقف على شرط والشرط متوقف إلى ما لا أول. وكلاهما محال، فقولنا في أصل العقيدة لتوقف وجود الحوادث على وجوده تعالى يتعلق المجرور باللام وهو لتوقف بعلم لا بقولنا يجب لمولانا جل وعز الوجود، لما يلزم عليه أن يكون وجوب الوجود له تبارك وتعالى إنما ثبت له بعد وجود الحوادث. يعني هو وجوب الوجود له تعالى أمر ذاتي لم يستفد من وجود الحوادث، لأن كلمة توقف الجر ده متعلق بإعلم وليس بيجب. افهم هذه اللغة كويسة مهمة، لأنه لو كانت متعلق بيجب فمعناها هذا الوجوب متوقف على وجود الحوادث، لو لم توجد الحوادث ده لا معناه لا يجب، يعني ده هو واجب في ذاته، ولكن فقط هذا الكلام متعلق باللام اللي توقف بإعلم يعني بعلمك اعلم أنها متوقفة. لما يلزم عليه أن يكون وجوب الوجود له تبارك وتعالى إنما ثبت له بعد وجود الحوادث، كيف ووجوب الوجود لمولانا تبارك وتعالى قديم. يعني معناها مش متوقف على وجوب العالم، إنما هو فقط علمناه وجاء وحكم به العقل بعد وجود العالم. فالجزء المتعلق للجار المجيب هو قوله اعلم، مش الوجود نفسه. قيل وجود الحوادث غير معلل لوجودها. نعم وجود الحوادث سبب عادة في علمنا بوجوب وجوده تعالى، فلذلك وجب تعليق هذا المجرور باللام بقولنا اعلم لا بالمضارع في قولنا يجب. يعني الخلاصة أن الجار اللام للمجرور له إيه؟ له متعلق. إيه المتعلق بتاعه؟ هو الفعل اعلم وليس الفعل يجب، مش المضارع، متعلق بالفعل إيه؟ الأمر. فلذلك وجب تعليق هذا المجرور باللام بقولنا اعلم لا بالمضارع في قولنا يجب. لماذا لا يتعلق بقول يجب؟ لأنه معناه يصبح أن وجوب الوجود حكم مستفاد له تعالى من إيه؟ من وجود الحوادث، وهو أمر من قديم. أيعلم وجوب الوجود لمولانا تبارك وتعالى من أجل معرفتك بتوقف وجود الحوادث على وجوده تعالى باستحالة ترجيح وجودها الجائز على عدمها المساوي له في القبول والجواز بلا مرجح. أظن المسألة هذه فهمتوها تماما مرجح. وكذلك يستحيل ترجيح وجود زمانها المخصوص ومكانها المخصوص. يعني كل حادث وجد في زمن مش كده؟ وفي مكان، وكان ممكن يكون في مكان آخر وفي زمن آخر، وكونه خص بهذا دون غيره فهذا لا بد من إيه؟ مرجح. وكذلك يستحيل ترجيح وجود زمانها المخصوص ومكانها المخصوص وجهتها المخصوصة على ما يقابلها بلا مرجح. وكذلك يستحيل ترجيح مقاديرها المخصوصة. وجاب الزمان والمكان والمقدار والصفة، يعني لازم يجيب الصفة وإن لم يأتي بها كلها وكذلك يستحيل ترجيح مقاديرها المخصوصة وصفاتها، جاب المقادير والصفات والأزمنة والأمكنة وباقي يتعني الجهات. جاب الجهة المخصوصة، جاب الجهة وليس فيها المخصوصة. طيب جاء في حاجة حضور جدا البيت ده مهم ايه؟ عارفينه؟ ممكنات من القبلات وجودون على عدد الصفات أزمنة الجهات وكذا جهات المقادير وغلط في بعض البيت ده مهم جدا. الممكنات المتقابلات كده شبه مش كده؟ وجودنا وعدم الصفات، أزمنة الأمكنة من جهاته كذا المقادير روى الصفات.
وكذلك يستحيل ترجيح مقاديرها المخصوصة وصفاتها المخصوصة إن كانت إجراما على ما يقابلها من غير مرجح. على ما يقابله، على هذا الجرم أصغر أو أكبر، كل جرم يقابله، يعني لا بد يكون له مقابل. وإنما توقف وجود الحوادث على كون وجود فاعلها واجبا لا على مطلق وجوده، وإن كان جائزا، لأن تقدير جواز الوجود له يستلزم استحالة الوجود له. جميلة دي، أقول لك إنما توقف همزة، توقف وجود الحوادث على كون وجود فاعلها واجبا، مش على مطلق وجوده، معناها توقف وجود الحوادث على كون وجود الفاعل واجب، على كونه واجب مش على كونه موجود وخلاص مطلق، لأنه لو كان جائزا حيدخل في ايه؟ في جملة الحوادث، حتى متوقف على غيره فيدور الأمر أو يتسلسل. وإنما توقف وجود الحوادث على كون وجود فاعلها واجبا لا على مطلق وجوده، وإن كان جائزا، لأن تقدير جواز الوجود له يستلزم استحالة الوجود له. يعني معناها لو قدرنا وجوده جائزا للزم استحالة وجوده، ليه؟ شأنه في شأن ذلك جميع المحدثات التي يتوقف وجودها على ذلك، على ما يأتي في برهان القدم، فتعين أن يكون وجودها موقوفا على كون وجود فاعلها واجبا لا جائزا. كده تمام، كده نقف عند دليل حدوثها لزومها لما يفتقر إلى المخصص. والله تعالى أعلم. اللهم صل أفضل الصلاة على أصحاب مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم اغفر لنا مما يرضيك آمنا، وفقنا لما تحب ونرضى.